السلام عليكم الاخوه، مرحبا بكم في هذه الفورماسيون الجديده اللي غادي نتعلموا من خلالها كيفاش نقادو لي زابليكاسيون هايبريد. يعني كيفاش ابليكاسيون هايبريد هي ابليكاسيون مقاده بال HTML و CSS و بالجافا سكريبت بلي لونغاج ويب. غادي نتعلموا ان شاء الله في هذه الفورماسيون كيفاش نكريو ابليكاسيون من A حتى Z وكيفاش نحطوها في البلاي ستور، كيفاش نربحوا منها فلوس. ومن المعروف ان لي زابليكاسيون سواء اندرويد سواء اي او اس سواء ويندوز فون تتقسموا لجوج نواع. النوع الاول ناتيف والثانيه ابليكاسيون هايبريد. ابليكاسيون ناتيف اش تعني؟ يعني ابليكاسيون مقاده من لونغاج الاصلي ديالها، بحال مثلا اندرويد كاع لي زابليكاسيون اندرويد لونغاج ديالهم الاصلي هو جافا اللي تخدم في اندرويد ستوديو. الاي او اس مثلا لونغاج الاصلي ديالهم باش يتقادو لي زابليكاسيون اي او اس هو سويفت. فوالا جو بونس بلي ويندوز فون تيتقادو بدوت نت، وما متاكدش من هاد المعلومه هادي، داكشي علاش ما غاديش نخبركم بها. اما لي زابليكاسيون هايبريد ممكن تقاد ابليكاسيون اندرويد ب HTML CSS JavaScript، ممكن تقاد ابليكاسيون iOS ب HTML CSS JavaScript، وممكن تقاد ابليكاسيون ويندوز فون ب HTML CSS و JavaScript. هذا هو الفرق بين ناتيف و هايبريد. الفرق الثاني اللي بيناتهم في البيرفورمانس هو انك فاش تاكزيكوتي واحد الابليكاسيون ناتيف مقادة باللونغاج الاصلي ديالها هو تاكزيكوتا من طرف بروسيسور ديريكت. هنا فاش تاكزيكوتي ابليكاسيون هايبريد مقادة بهاد لي لونغاج هادو تتحول ابليكاسيون الناتيف عاد تتاكزيكيتا من طرف البروسيسور. يعني كاين واحد ديفيرونس قليله ديال الوقت في ليكزيكيسيون، واللي ماشي زعما لي زابليكاسيون هايبريد تقال شي حاجه، لا هي واحد ديفيرونس اللي ما غادي يلاحظو شي واحد اللي متيح سنانو كيما تنقولو في الديفلوبمون موبيل، هو اللي تيعرف ويقدر يقشع هاد الديفيرونس هادي، وما اغلبيه ما تيبانش ديفيرونس كاع. ندوزو ليطاب الثانية. هنا كما قلنا هايبريد ابس، هنا ناتيف ابس. كما قلنا هنايا ناتيف ابس الا بيتي تقاد مثلا ابليكاسيون اندرويد خاصك تقادها بالجافا، خاصك تجلس ليها الارض بالجافا، وبيتي تعاود تقاد نفس الابليكاسيون مثلا عندنا فيسبوك، اجي نقادو فيسبوك بلا نقادوها اندرويد خاصنا نقادوها بالجافا، نكودجيوها بالجافا كاملة ونخرجوها اندرويد، خاصنا نعاودو نكودجيوها تاني من ا حتى زد بسويفت كاملو ونخرجوها اي او اس اللي تخدم في الايفون وفي الايباد. في حين هايبريد ابس اشنو هو لافونتاج ديالو؟ هو نكتبو كود واحد مقاد اتش تي ام ال جافا سكريبت و سي اس اس ونكومبيليوه، كود واحد ما غاديش نكتبو كود تاع جافا بوحدو وكود ديال اي او اس بوحدو، تنكتبو كود واحد وحنا تنخرجو منو تنقول ليه عاوتاني هاد لابليكاسيون هادي خرج ليا منها الفيرسيون اندرويد والفيرسيون اي او اس. هذا هو لافونتاج الكبير ديال هايبريد ابس. فوالا وباش نقادو واحد لابليكاسيون هايبريد خاصنا تنحتاجو هاد لونفيرونمون ولا بلاتفورم ولا المهم سميو كيما بغينا نسميو كوردوفا. هو فريمورك، هو الصراحة فريمورك كوردوفا اللي تقاد من طرف لفونداسيون اباتشي لا معروفة. علاش قادتو؟ شنو هو لو بيت ديال هاد فريمورك كوردوفا؟ هاد فريمورك كوردوفا تقاد للناس اللي ما تيعرفوش مثلا لونغاج سويفت ولا ما تيعرفوش لونغاج جافا باش يقادو لي زابليكاسيون اخرين، ولا يقدر يكون تيعرفوهم ما يحملوش يخدمو بيهم. ياش خرجت هاد لا سوليسيون حيت كيما قلنا HTML CSS جافا سكريبت اي واحد في المستطاع يتعلم لهم دغيا. هداك سيت ويب W3 سكولز راه معروف بزاف، راه في لي تيست لايف و في الكومبيلاسيون اونلاين. هداك راه ما تيخليش شي واحد باقي ما يتعلمش، ما تيخليليش شي مبرر انه ما يتعلمش لي لونغاج هادو، وحده هما ساهلين بزاف. قلنا هاد فونداسيون اباتشي اخترعت هذا الفريمورك، ديفلوبات فريمورك كوردوفا اللي هو تيشد
الناس اللي ما تيحملوش قلنا يخدموا ولا ما تعرفوش يخدموا بالجافا سميتو باش يولي كلشي ديفلوب لي زابليكاسيون موبيل اي من خلال هاد ثلاثه لي لونغاج تتشد هاد لي لونغاج تتكتب بهم ابليكاسيون كوردوفا غادي نشوفو كيفاش من طبيعه الحال في الفيديوهات في الفورماسيون تدير دي كوموند تتحول لك هاد لابليكاسيون ديالك اللي قادتي هنايا تتحول عليك اندرويد تتانصاليها في تليفونك حطها في البلاي ستور خدم بها جيب بها اللي بيتي ببساطة. هادي واحد هذا اكزامبل ديال واحد لابليكاسيون مقادة بالهايبريد. جو بونس كو هاد الفريمورك ديال ديزاين هو سي اس اس اي هو الفريمورك خدامين جو بونس يو اي كيت لا ما تيبان ليا. فوالا باش ما تحقروش لي زابليكاسيون هايبريد ولا سميتي واحد الاتش تي ام اس سي اس جافا سكريبت يقول لا راه شي حاجه دي باج ويب غادي تحول لها هذا وهذا جومو ابليكاسيون تشات اجي مقاده من اطال زيد كلها هايبريد كلها بجافا سكريبت سي اس اس او الاتش تي ام ال وما تتبانش باللي راه هايبريد. فوالا ما كاينش ديفيرونس بين هايبريد او ناتيف الا كي قلت لك شي واحد اللي مسيح سنانو في الديفلوبمون موبيل هو اللي غادي يقصد ديفيرونس. ومن طبيعه الحال هاد كوردوفا هادي تدخل لك انك تدخل لكاع لي كومبوزون ديال التليفون كاميرا تقاد شي ابليكاسيون تتصور تتفلتري تصاور تقادهم المهم تقدر تخدم بالكاميرا تخدم بالفلاش تخدم بالميكروفون تيستي على الكونيكسيون مثلا كونيكسيون تاكتيفي تيزاكتي تصاب ابليكاسيون مثلا تتيستي واش ابليكاسيون واش كونيكسيون اكتيفيا ما اكتيفياش المهم كاع لي كومبوزون بحال بديت ابليكاسيون باندرويد ستوديو صافي كاع لي كومبوزون ديال التليفون ممكن تحكم فيهم الباتري تعرف بورسونتاج ديالو تحكم في الباتري تحكم في كل شيء في كل شيء في كل شيء كاع لي كومبوزون ديال التليفون اي فوالا جو بونس كو هادي هي لا تروديكسيون ديال هاد الفورماسيون نتمنى يكون كل شيء واضح اللي عنده شي حاجه يخليها في كومونتير ونشوفوا الفيديو الجاي اش غادي نديرو فيه اللي هو غالبا غادي يكون لانستالاسيون ديال هاد كوردوفا هادي مزيان الفيديو الجاي نديرو فيه ان شاء الله لانستالاسيون ديال هاد كوردوفا نتلاقاو في الفيديو الجاي السلام عليكم.